فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لبست ملابس الإحرام وركبت الطائرة لكن عند محاذاة الميقات كنت نائما ولم ألبي بالعمرة إلا بعدما هبطت الطائرة، فهل علي شيء في ذلك؟ أي نعم، ما أحرمت من الميقات، إما أن ترجع وتحرم من الميقات. نعم. وإن أحرمت بالمطار، خلاص يصير عليك فدية. وإن كان ما أحرمت ورجعت للميقات وأنت ما أحرمت وأحرمت من الميقات، خلاص أديت المقصود. نعم.